طيب زيتوني، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير سيد طيب زيتوني، أولا تعليقكم على النتائج الأولية للانتخابات المحلية، تفضل. شكرا. يعني أولا الجزائر اليوم تشهد بناء مؤسسة، آخر مؤسسة في البناء المؤسساتي، وهي الانتخابات المحلية والولائية والبلدية. اليوم الجزائريين التفوا كلهم حول هذا المشروع الوطني لبناء المؤسسات الوطنية، سواء كانت يعني تشريعية رئاسية أو رئاسية تشريعية ثم بلدية. إذا اليوم أنا أولا نقول بأن التجمع الوطني الديمقراطي أثبت مرة أخرى أنه يعني له دور محوري في الطبقة السياسية وفي الخارطة السياسية. من جهة ثانية، أولا كذلك أريد أن أحيي كل الناخبين وكل الناس اللي آمنت بمؤسساتهم وبالمسار الديمقراطي وخيار الشعب، ومشاو إلى أولا الترشح والمشاركة في الانتخابات. فتحية لكل من أبى إلا أن يجعل من هذا الموعد موعد مهم بالنسبة للجزائر وعرس للجزائريين. في نفس الوقت نبارك لكل من فازوا بالانتخابات في كل الطبقة السياسية، وخاصة ما يقارب 5000 منتخب على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي فيما يخص المجالس الولائية والمجالس البلدية. ونشكر كل الإخوان من المواطنين والمواطنات اللي وضعوا ثقتهم في يعني منتخبين وفي مرشحين، اللي اليوم زادوا لهم مسؤولية أكبر. أنني نبارك لهم أولا، لكن نقول لهم بأن اليوم أنك أثبتتم بجدارة بأن التجمع الوطني الديمقراطي موجود ومتجذر في أوساط الشعب الجزائري، وسيبقى إن شاء الله، وسيتعزز دوره شيئا فشيئا، لأن الأرندي رجع من بعيد، لأن الأرندي الجديد انتهج أسلوبا جديدا في المعاملة السياسية وفي المقاربة السياسية، واليوم راه يتجدد شيئا فشيئا وينمو شيئا فشيئا، والحمد لله أصبحنا يعني لنا دور محوري في الحياة السياسية. لكن هذا الدور يخلينا أننا نحس بالمسؤولية أكثر فأكثر، بأن اليوم رحنا إلى الجماعات المحلية، رحنا إلى جماعات محلية قلناها في حملتنا الانتخابية أنها محدودة الصلاحيات، محدودة الإمكانيات، فيها مشروع وطني كبير أننا نمشي باش أننا أولا نحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الموجودة على المستوى المحلي، ونشارك كطبقة سياسية، كمنتخب محلي، كمنتخب وطني، كمؤسسة للدولة في رفع التحدي لبناء الجزائر الجديدة والجزائر الغد إن شاء الله، لتحاول أنها ترفع التحدي لموجود اليوم. كذلك اليوم كذلك عندنا، ما نقولش فقط مبروك للناس اللي يربح بالأغلبية أو المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، المشكلة ما راهوش لهنا بقدر ما هو أن اليوم عندنا تحدي كطبقة سياسية كلنا، أننا نتحد حول برامج، نتحد حول أهداف معينة لخدمة الشعب الجزائري وحل حالات المشاكل اللي موجودة عبر يعني مختلف قطرنا. الحمد لله عندنا جزائر قارة فيها الكثير من الإمكانيات، سيفري صلاحيتنا محدودة، الإمكانيات نوعا ما محدودة للجماعات المحلية، لكن عندما تتوفر الإرادة، عندما كما توفرت إرادة الشهداء والمجاهدين، تتوفر إرادتنا اليوم باش نكون في مستوى التحديات المفروضة على الجزائر، راح نقدر نرفع التحدي سي طيب زيتوني. 366 مقعد في المجالس الولائية، نعم، و4584 مقعد في المجالس البلدية، راضونا على هذه النتائج؟ لا، الحمد لله. حنا نقول النتائج هي نتائج منطقية وطبيعية، راضيين بها، لأن الأرندي كما قلت يعني منذ المؤتمر الأخير هو يلملم في جراحه ويعني يجمع في صفوفه ويقدم في مناضلين أكفاء، مناضلين مخلصين للوطن، فيه خطاب جديد للتجمع، فيه أفكار جديدة للتجمع. الحمد لله اليوم من المؤتمر الأخير في 2020 وين أننا تقلدنا يعني قيادة هذا الحزب مع مجموعة من الإخوان والأخوات يعني المخلصين لهذا الوطن عبر كل الولايات، عبر كل البلديات، وحتى عبر المستوى الوطني، اليوم عبروا على أنهم قوة محورية موجودة في الساحة السياسية، ما عليهم إلا لعب دورهم سياسيا للرفع مستوى، يعني نرتفع إلى مستوى التحديات الموجودة على المستوى الوطني. طيب سجلتم، هل سجل حزبكم عدد من التجاوزات؟ هل ستقدمون طعون خلال الفترة المقبلة؟ لديكم طموح ب يعني حصد مقاعد أخرى من خلال هذه الطعون؟
بطبيعة الحال فيه كان فيها فوات كثيرة وتجاوزات كثيرة، احنا كنا عبرنا عليها في حملتنا الانتخابية، وكان عندنا خطاب يعني شفاف نزيه يعني ملتزم وفي نفس الوقت واقعي، ما قدمناش يعني وعود كاذبة اللي تتجاوز صلاحية المنتخب المحلي، ما قدمناش وعود اللي تتجاوز إمكانيات المتوفرة على مستوى الجماعات المحلية، لكن قدمنا خطاب منطقي أننا نمشي إلى فتح ورشات للإصلاح. لكن في كانت صارت بعض في بداية العملية صارت بعض التجاوزات في جهات يعني معينة من الوطن في بعض الولايات، وكنا نددنا بها ورفعنا شكاوين عليها، لكن في سير العملية الانتخابية، لكن نقول على العموم على العموم العملية جرات في ظروف حسنة، جرات في ظروف ما يعني ما خرجتش فيها يعني كما كنا نشوفه في السابق تجاوزات خطيرة وكبيرة جدا، الحمد لله صارت في أمور يعني تجاوزات بسيطة وبسيطة جدا، كان فيه طعون كثيرة رفعناها لأن في بعض الولايات لم يحسب يعني النصيب الرسمي وحقنا في الأصوات، في بعض الولايات يعني كان عندنا بعض المشاكل في جمع المحاضر باش أننا نجمع كل المعطيات والأصوات اللي تحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي، وإحنا مقبلين لأن في كل الولايات خاصة في العاصمة في ولايات عديدة في تلمسان في شلف في ولايات عديدة طرحنا الكثير من الطعون، وبما أن القانون هو اللي يفصل في الطعون ننتظر فترة الطعون لكي نتحصل على مقاعد أخرى إن شاء الله، نتحصل على مكاسب أخرى إن شاء الله للطبقة السياسية وللتجمع الوطني الديمقراطي. طيب زيتوني، الفترة الهدف من كل هذا الحالية هي فترة كما هو معلوم ومعروف اتصالات ويعني نقاشات حتى في الخفاء من أجل التحالفات في المجالس البلدية الولائية، على كل الكل يعلم الثنائية المعروفة يعني في التحالفات أفلا الأرندي، هل نشوف بعد الحراك ونحن في الجزائر الجديدة دائما هذا التوليفة، أم أنه الأرندي متفتح على كامل الحساسيات والأحزاب الأخرى من خلال تحالفاته؟ شوف يعني اليوم نظن بلي التحالفات مقسومة إلى جزئين، الجزء الأول هو جزء محلي يخضع إلى بعض الأمور الاجتماعية والمجتمعية اللي يعني طارئة اليوم في البلاد، ونظن فيه تقاربات تكون موجودة يعني عندها أسس مجتمعية وسوسيولوجية. الشيء الثاني هو أنه يعتمد على أننا الحمد لله اليوم كل الفائزين تقريبا في الانتخابات من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة أو المرتبة الرابعة هم ينتموا إلى الأغلبية الرئاسية، وبالتالي التحالفات ستكون يعني موضوعية وطبيعية جدا أنها تكون تحالفات في هذا الإطار. في نفس الوقت الخط النوفمبري والخط الوطني أثبت اليوم بأن التوجه الشعب الجزائري هو توجه وطني نوفمبري بامتياز، اليوم لاحظنا في النتائج الأولية اللي شفناها اليوم بأن التوجه الوطني موجود اليوم بقوة في أوساط الشعب الجزائري، وهذا هو الحقيقة السياسية في الخارطة السياسية الموجودة اليوم في الساحة السياسية، وبالتالي التقارب بين هؤلاء الوطنيين والمواطنين المخلصين، أنا لا أنفي الآخرين لكن كلنا نحب الوطن لكن كلهم بصيغته وكلهم ببرنامجه، لكن نقول بأن التقارب هو تقارب طبيعي بين الأحزاب الوطنية اللي تقدر تحط يدها في يد بعضها بعض، وإحنا ندير نداء هنا بأننا نتجاوز يعني المصالح الضيقة لبعض المنتخبين لبعض الأحزاب لبعض البلديات باش نمشي إلى بناء فضاءات مواطنتية باش أنها تؤدي دورها في أحسن الظروف، نتجاوز كل الأمور اللي كانت للأسف في السابق تسبب في يعني عرقلة سير البلدية أو في تعطيل البلدية أو في البلوكاج تاع بعض المجالس البلدية اللي شفناها للأسف خمس سنوات وهم متعطلين ما أدوش دورهم. هنا اليوم نقول بأن لازم نكران الذات من أجل خدمة المواطن، والمواطن يسجل كل شيء ويشفع على كل شيء، والمواعيد الانتخابية راح فتناها اليوم لكن الخمس سنين راح تفوت بسرعة وسرعة فائقة، واللي دار الخير يلقاه واللي ما دارش الخير راح يعاود يلقى الجواب تاعو عند المواطن. شكرا جزيلا لك سيد طيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، كنت معنا على المباشر.